جلالة الملك والإقلال القانوني بناء على دستور المملكة وخصوصا الفصول 107 إلى 120 منه وبناء على كتاب 56 المنتدى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ 23 من يونيو 2021 تحت عبارة 1974 لاق النصر والذي بمقتضاه صدر الأمر المطالب عن الجناب الشريف أسماه الله أعز أمره بتعيين السيد هشام الحسن وكيلا للبيت لدى المحكمة الامتدادية بن زيان وبناء على ممتلس السيد وكيل الملك نصرح بأن السيد هشام الحسن قد نصب في منصبه يومه الأربعاء 4/10/2021 الموافق 24 في الحجة 1442 على الساعة 11:19 بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة بمدينة بن زيان ونطلب منه أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها ونرحب به ونرجو من الله جل قدرته أن يوفقه لأداء مهمته بصدق وأمانة وإخلاص وأن يكون في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وعند حسن ظن القاضي الأول سيدنا المنصور بن داعش دام له العز والتأييد كما أوصي بكاتب الضف بتحرير محرم فيه ما قاش في هذه المنطقة الطرف الملكي السادة الملتقون والعدول والتراجمة والمسؤولين الإداريين ومنطقوا كتاب الضبط السادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته وما يليق بشخصه من تقدير واحترام حضرات السادة السيدات والسادة بداية أود أن أتقدم جزيل الشكر لجموع الحاضرين لمراسم هذه الجلسة الرسمية لتعيين وكيلا للملك لدى المحكمة الامتدائية بن زكان وإنه اليوم شرف عظيم لي وفخر كبير بعدما جدد مولانا صاحب الجلالة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثقته السامية وأسند لي سموه منصب وكيل الملك لدى المحكمة الامتدائية بن زكان ولو أخفيكم سرا أنه على قدر اعتزازي بهذا الشريف المولوي على قدر شعوري بمدى جسامة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا راجيا من المولى عز وجل أن يوفقني في مهامي وأن أكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحقيقا للعدالة وجعلها فعالة وناجعة بخدمة المواطن وفق استراتيجية عمل قوامها سلك منهج رئاسة النيابة العامة وفق الشعار نيابة عامة المواطن في احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية وتنفيذا للسياسة الجنائية من خلال تعزيز حماية وحقوق الأفراد والجماعات والتواصل مع الرأي العام والانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز حقوق الإنسان وتصدي الانتهاكات الجسيمة والماسة لحريات الأفراد مع السهر على تطبيق الحياة العامة والسهر على مكافحة الفساد وتعزيز الحماية القانونية لفئات هشة لا سيما الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. حضرات السيدات والسادة، تلقاً هذه الرؤية واستحضاراً لرسالة القضاء النبيلة ودوره في التطبيق السليم للقانون واستحضاراً كذلك للدور الطلائع للنيابة العامة، فإنني سأسعى جاهداً إلى تفعيل وتوظيف الآليات والنصوص القانونية المستجدة ودوريات رئاسة النيابة العامة والتي تساير التطور الحقيقي والفعلي لمخطط إصلاح منظومة العدالة واستقلالية القضاء. كما أعتز شد اعتزاز للعمل ضمن الدائرة السنافية بأبدية والتي يجد على رأسها كل من السيد الرئيس الأول في محكمة السناف السيد سعيد الشيخ والسيد الوكيل العام الملك لدى محكمة السناف السيد عبد الرزاق التاح نظرا لتاريخهما الجهود والكفاءة المهنية العالية والتجربة القضائية الغزيرة والإخلاص والجدية في العمل كما اجتمعت فيهما خصال الحكمة والتبصر والتواضع وقوة الشخصية. حضرات السيدة والسادة، إن الرهان اليوم معقود على الجميع للانتصار لقيم العدل والإنصاف واستجابة للانتظارات المستحقة للمواطنين ونعاقب الأمل كل الأمل على السادة الزملاء قضاة النيابة العامة لاستراتيجية العمل
وفق المخطط لها ووفق للسياسة الجنائية وبمساعدة السادة الأساتذة والأطر الموظفين في سبب الضبط وجميع مساعدي العدالة دون أن ننسى هيئة الدفاع التي تعتبر جزءا من أسرة القضاء والتي سيكون لها دورا كبير في حماية الحقوق وأعول عليها في تكريس شعار نيابة عامة المواطن. كما لا يفوتني تنويه بالمجهودات التي قدمها سلفي الأستاذ محمد حبشان على رأس هذه النيابة العامة وتدبيره لها على الوجه الأمثل والمشهود له بالخبرة ونقران الذات وسمو الأخلاق. وإننا سنواصل مسار العمل الذي بدأه وهو ما سيحتم علينا مضاعفة الجهود لنكون خير خلق لخير سلف. أسأل الله أن يعيننا على أداء مهامنا بصدق وأمانة وإخلاص وأن يوفقنا لما يعود على وطننا بالخير العميم ويعيننا على أداء رسالة العدل تحت الرعاية السامية لرئيس مجلس إعلان السلطة القضائية صاحب الجلالة محمد السادس دام له النصر والتمكين. أنهي كلمتي بالدعاء لمولانا الإمام القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإيده بوفور الصحة والعافية وأن يبارك له في عمره وأن يقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي أمير جليل مولي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وأن نجعل هذه الجلسة الرسمية التي تجسد التقاليد القضائية العريقة في هذا البلد الأمين فتحا مباركا وأن ينير بصيرتنا لمعرفة الحق والعمل به ويحيي قلوبنا بنور الحكمة والهدى إنه على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. ولا أجد أبلغ من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأجمل المرسلين. سعيد جدا بهذا التشريف الملكي والثقة المولوية السامية بتعييني رئيسا للمحكمة الابتدائية بإن زكان بناء على الاقتراح المرفوع لجنابه الشريف من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنه على قدر الإحساس بفرحة هذا التشريف الذي أعتبره وساما يزين الصدر في نفس الوقت على نفس القدر أعتبرها مهمة وتكليفا له من الجسامة، وهو أمانة تطوق العنق وترافق صاحبها حتى القبر. آمل وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن بي من قبلي جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد من أجل تحقيق الإرادة الملكية في الإصلاح وتفعيل توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا تحقيق تطلعات وآمال رعاية جلالة الملك في من ساكنة هذه المدينة العزيزة. خطواتنا الأولية في هذا البرنامج ستبدأ بوضع برنامج من خلال رصد الإخلالات، جمع الإحصائيات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول هذه المحكمة، وبعدها وضع خارطة الطريق نعمل عليها مع الجميع من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين، الرفع من الأداء الكمي والنوعي بهذه الإدارة، والعمل على أو الإسراع في مساطر التنفيذ لأنها مهمة جدا، وكل ذلك من أجل تكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن. سأسعى جاهدا لتحقيق كل ما تضمنته كلمتي التي ألقيتها خلال حفل التنصيب، وسأضعها رهن إشارتكم جميعا، وأتمنى من الله أن يقدرني على هذه المهمة وأن أكون عند حسن الظن. فأكيد أن تحقيق أي هدف لن يكون بالعمل المنفرد، وإنما لا بد من التعاضد مع مختلف الأطر القضائية والإدارية العاملين بهذه المحكمة، وأيضا بالتنسيق التام مع السيد وكيل الملك بحكم معرفتي به، وأيضا بحكم طبيعة العمل وبطبيعة الحال تحت الإشراف المباشر للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير. ولا بد أيضا من اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات منظومة العدالة
المتداخلين مع هذا المرفق. أشكركم جميعا على حضور هذا الحفل أو هذه الجلسة الرسمية، كما أجدد الشكر والترحاب بكل الضيوف الكرام الذين لبوا الدعوة لحضور مراسم هذه الجلسة الرسمية. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية والتدابير الاحترازية جراء وباء كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وأن ينزل الشفاء وأن يتغمد بالرحمة كل شهداء الوطن من أبائنا وإخواننا وزملائنا في هذه الأيام العصيبة. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكنا الهمام ووطننا الكريم بما حفظ به الذكر الحكيم. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.